العيون ايزو ستوديو احلى صورة ملك التصوير حمزة بس حمزة الذي يمشي وقدماه تصير فوق الأرض بينما يوجد رأسه أعلى من النجوم. ها أنا شخص بيمشي وقدماه تسير فوق الأرض لكن رأسه أعلى من النجوم. رأسه أعلى من النجوم. شوي خلينا نسمع. الضابط رأسه أعلى من النجوم. إجابة صحيحة. دقائق قليلة بتفصلنا عن افتتاح محلات كيك بيلا من أفخم وأحلى الجودة للكيك، شفاف متخصصات في صناعة الكيك والجاتو وجميع أنواع الحلويات. هسا بقلد. إذا بتعرفوا خلي يعطيكم. ها في واحد بتحكي هيك. شو اسمها؟ لا شو اسمها؟ كويس هيو ها يلا سؤال بيكون لك يا حمزة. يلا يا حمزة، ما هو الذي يذهب ولا يمكنه الرجوع؟ ما هو الذي يذهب ولا يمكنه الرجوع؟ لا يلا بحبك يلا لا يلا في إجابي؟ فيش إجابي؟ فكر ها شوف الزمان شيء إذا ذهب لا يمكنه الرجوع. لا إيش العمر؟ لا يلا أجلتون؟ لا طيب سؤال سهل جدا، سؤال إلك أبو الأبيض. أنت نهر النيل الأزرق شو لونه؟ يلا قول سرع شوي. نهر
نهر النيل الازرق شو لونه؟ ها شو لونه؟ لا طيب نهر النيل الازرق شو لونه؟ ها لا لا خلص ها شو شو فشي إلو لون إجابة صحيحة ها يلا طيب ناخذ هون كمان سؤال لخواتنا هون وأهلنا كمان سؤال شو الشيء اللي بتحدث بجميع لغات العالم الشيء الذي يتحدث في جميع لغات العالم الشيء الذي الشيء الذي يتحدث بجميع لغات العالم شو لا لا ما هو الشيء الذي لا لا الشيء الذي يتحدث بجميع لغات العالم لا مش مترجم ايش لا لا ما هو الشيء الذي يتحدث هيو خلص جاوب المصور حمزة ايزو حكى صدى الصوت اجابة صحيحة نسمع له زاف يلا طبعا بنذكر وبنقول باقي دقائق قليلة على افتتاح محلات شو اسمها بيلا كيك بيلا شو اسمها باقي دقائق قليلة على افتتاح محلات شو محلات بيلا الأول في المنطقة والشعراوية أخصائي طبعا شيفان في الجاتو والحلويات عجزتو ايش صح يلا اعطوها هدية طيب نرجع منقول دقائق قليلة بتفصلنا عن افتتاح محلات شو بالسامع دقائق قليلة بتفصلنا عن افتتاح محلات كيك بيلا شيء طيب الحمار يا حبيبي مسمار المسمار إجابة صحيحة يلا ضايل فقط دقيقتين بتفصلها عن افتتاح محلات كيك بيلا أسئلة كثيرة هسا رح نكمل بأسئلة كثيرة ودقائق قليلة إن شاء الله بتفصلنا عن محلات كيك بيلا من أفضل وأحلى الجاتوهات طبعا يوجد شيفات متخصصات في لكنه عاري تمام يلا شيء لديه القدرة على إلباس الآخرين لكنه عاري تماما يلا لغز هو عبارة عن لغز يلا لا 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 ايه لا انت ركز بالسؤال شيء لديه القدرة على إلباس الآخرين لكنه عاري تماما فما هو هو لغز أقرب لك الجواب شوي أقرب لك الجواب من كيف بنصنع الملابس فأنت بتقرب على الجواب يلا لا إيه شو طبعا بنذكر باقي إيه لا قربت الخياط بيلبس أكثر واحد ايش الابري اجابه صحيحه الابري يلا طبعا
هسا حاليا اسمع انا عشانك بجاوبكش بدي اعطيك تقليد صوت السريع وكل شيء اتفقنا دقيقة واحدة وتفصلنا عن افتتاح محلات كيك بيلا طبعا اشي حلو فاتوهات زكي بس اعطيك صوت تقليد سريع سهل اذا لك عن مسلسلات إذا إلك إذا بحتاج طبعاً الأطفال بذكر موجودين في مهرجان في أول يوم في عتيل في المنتزه الساعة 6 المساء رح أكون موجود أنا وفرقة مسرح كبيرة في عتيل في منتزه عتيل إن شاء الله رح أكون موجودين هسه خذ الصوت شبح يا عم الحج شبح كل سنة وانت طيب سنة سعيدة علي ادعي الفرحة سد انا شلختي قبل مدبة مين صاحب الصوت وصلها ها ايش اللمبي اجابة صحيحة يلا اسمع له زكي طبعا يسعد مساء الجميع وكل عام وانتم بخير لكل الحضور كل الحب والاحترام لرئيس البلدية الدكتور حسام أبو ماضي وكمان رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية ورئيس بلدية دير الخصوم كل الحب والاحترام وأهلا وسهلا بهم الجميع وتحياتنا لكل اللي شرفونا كل الاحترام لأهلنا في عتيل وأهلنا في دير الخصوم وجميع وأعضاء المجلس الكرام كل الحب والاحترام لجميع الموجودين وجميع الحضور واللي ما خدش هدايا من الأطفال يأخذ هدايا وبذكركم أنا موجود عندكم أول يوم العيد إن شاء الله أنا وفرقتي الساعة 6 موجودين في منتزه عتيل وراح نكون طبعاً دقيقة واحدة بتفصلنا عن افتتاح محلات كيك بيلا كل حب الاحترام للجميع وكل الحب كمان لأخوي عدي استضافني على أشوف الوجوه الطيبة ما شاء الله عنكم وبدي الأطفال بس الأطفال زيها شوي صغيري الأطفال زيها شوي صغيري رئيس بلدية عتيل رئيس بلدية دير الخصوم ونائب الرئيس المجلس تفضلوا معانا هون على قص الشبر احنا الله يمسيكم بالخير يا رب الله يمسيكم بالخير احنا عملت كيف حالك الله يعطيك طبعا احنا عملنا اثنين هاي الشريط الاول القص نسمع زفي لجميع الحضور والموجودين شفات عندنا فضلي ليش بس هيك
يسعد اوقاتكم الجميع وبنبارك الف الف مبروك بافتتاح محلات جاتو كيكا فيلا في فرع عتيل، كل الحب والاحترام. الان خلينا طبعا نستقبل كلمه اخونا رئيس بلديه عتيل الدكتور حسام ابو ماضي، نسمع له زافه حلوه من الجميع. تفضل دكتور. مساء الخير للجميع، مبارك لصاحب هذا المحل، هذا المحل فعلا انه محل مميز، ونقول له ان شاء الله يمشوه على وجهه الخير والرزق الوفير. وهذا اليوم هو يوم مميز بالنسبه لنا كلنا هنا هذه الليله، اجتمع اهل الدير واهل عتيل، وعمر طول عمرنا احنا بلد وحده واهل، وهذا الشيء افرحنا اليوم كثير جدا. واحنا اخونا كفاح، يا سمحي كفاح تعال تعال تعال، حتى
البلاد. هذا نثبت للجميع انه عدين والدير ستبقى للابد بلد واحد ان شاء الله. ان شاء الله وبارك فيكم ان شاء الله. مساء الخير للجميع، كل عام وانتم بألف خير، وأعاده الله علينا في العام القادم بكل خير وبركة. نبارك للأخ عدي افتتاح المحل، وأنا أعتبر كل واحد بيفتح محل وبشغل أربعة خمسة هو مناضل لاحتواء البطالة الموجودة عندنا، كونه في الفترة الحالية في فتحات أغلقت. احنا شعب فعلا عظيم تحت احتلال، وكل يوم في قمع، كل يوم في خسار، كل يوم في استشهاد، في جرحى، ومع هذا نكون بافتتاح محلات ونبني ونتزوج ونمارس الحياة. الحياة بتوقفش ولازم تستمر بإرادة قوية حتى إنهاء الاحتلال. مبروك للمحل، والحلي وزاكي فعلا دقناه، ونعتبر أي محل بيفتح من هون لكزيت الجرجية هو إنجاز للشعراوية. وفعلا في وحدة مش حكي بين الدير وعتيل، وأكثر نسب بجوز بين الدير وعتيل، والعلاقات قوية، وسنعمل على تقويتها باستمرار حتى تبقى هاي كلها منطقة واحدة. كل الحب لجميع رؤساء البلديات عتيل ودور رسول مجالس والإخوة الكرام والنزلة الشرقية وجميع الحضور، كل باسمه ولقبه جميعا كل الحب والاحترام. تحية لجميع الحضور، كمان الأستاذ رئيس مجلس النزلة الشرقية وائل كتاني، كل الحب والاحترام. بدون ما ننسى حدا، تحية لكل الموجودين دون استثناء شخص، وكل الحب والاحترام. للموجودين جميعا ونزل الشرقية، كل الحب والاحترام لكم وجميع الموجودين والحضور. كما نذكر انه قريبا ان شاء الله راح يتم افتتاح كمان فرع جديد، راح يكون الطابق الثاني، راح يكون للعائلات، راح يكون اشي حلو وجلسات هادية، ويكون فيها مشروبات ساخنة وباردة بالطابق الثاني. كمان بتبع لاخواننا في كيك بيلا، بتبع قسم ثاني ان شاء الله. وكمان هذا اللي شفتوه هي عينات لسه بسيطة، حاولنا
حاولوا انهم ينجزوا قدر المستطاع الافتتاح قبل عيدنا. ان شاء الله عيد على الجميع مبارك يكون. ان شاء الله انتظروهم في فرع قريب جدا وإشي حلو مرتب. وان شاء الله بالنجاح والتوفيق ان شاء الله تعالى. الله يكون.